وجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي الأحد دعوة للحكومة العراقية والجهات الأمنية والرقابية المعنية بمكافحة الغش التجاري لضبط وضع الأفران والمخابز. وقال مدير المركز وسام حدمة للحلو إن المركز سجل عبر متابعته للمواطنين وجود حالات غش تجاري، حيث يباع الخبز والصمون في بعض المخابز والأفران بأوزان تقل عن 90 غراماً للقطعة الواحدة، فضلاً عن قيام البعض باستخدام نوعيات من الطحين غير صالحة للاستهلاك من ناحية الجودة أو تاريخ الصلاحية. ودعا إلى تنفيذ عمليات تفتيش دورية للمخابز والأفران لمكافحة الغش التجاري، مبيناً أن الحكومة تبيع الطحين والوقود للمخابز بالأسعار المدعومة، وتوفر نوعيات حنطة محلية ومستوردة بنوعيات جيدة وبوفرة وبأسعار مقبولة قياساً بأسعارها في دول الجوار والعالم. وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي أتاح للتجار شراء الدولار بالسعر الرسمي لأغراض توريد المواد الغذائية، وهو ما يقطع الطريق أمام من يحاول رفع أسعار الطحين وبقية السلع الأساسية. أكد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية اليوم الأحد 7 كانون الثاني 2024 عدم مناقشته للأسماء المرشحة لمناصب المحافظين للحكومات المحلية، مشيرا إلى أن قوى الإطار تركز على حصص كل تكتل سياسي من المحافظات وإليه الترشيح ولا نركز على الأسماء حاليا. وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي إن قوى الإطار التنسيقي حتى الساعة لم تناقش ملف طرح الأسماء لغرض مناصب المحافظين بكافة الحكومات المحلية، والمناقشات تجري حول آلية الاختيار وكيفية الترشيح بعيدا عن طرح الأسماء. وبيّن الهلالي إن الاتفاق على الآلية وطريق الترشيح سوف تسهل عملية اختيار المحافظين، وأكيد بعد الاتفاق على أن تكون المحافظة الفلانية للكتلة الفلانية سوف يسهل عملية طرح الأسماء، معتبر أن جميع قوى الإطار ليس لديها أي تحفظات على أي اسم يطرح ما دام هناك اتفاق مسبق على آلية الترشيح والطريقة. ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الأحد 7 كانون الثاني 2024 اجتماعا لمتابعة إجراءات التحول إلى الدفع الإلكتروني. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني ترأس اجتماعاً خصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية POS، وبحضور محافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية والمصرفية ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي. واستمع السوداني إلى إيجاز آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وما تنفذه الأجهزة المعنية بالمتابعة والرقابة على التحول والاستخدام. وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي. أعلنت هيئة الحج الشعبي اليوم الأحد 7 كانون الثاني 2024 اعتقال متهم بالإرهاب في محافظة نينوى. وذكرت الهيئة في بيان إن قوة مشتركة من معاونية الاستخبارات والمعلومات، مديرية الاستخبارات العسكرية العامة واللواء 30 في الحج الشعبي اعتقلت المتهم الإرهابي ع ع س في محافظة نينوى. يعتزم رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني زيارة محافظة ديقار يوم غد 2 كانون الثاني 2024 لافتتاح وأطلاق عدد من المشاريع في المحافظة. وقال مصدر مطلع الأحد 7 كانون الثاني 2024 إن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني سيجري زيارة إلى محافظة ديقار يوم غد 2 من أجل افتتاح وأطلاق عدد من المشاريع في المحافظة. يشار إلى أن هذه أول زيارة يجريها السوداني إلى أحدى المحافظات بعد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الأول 2023. ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني بخصوص النفط المصدر للأردن. وبحسب وثائق
فإن المحكمة الاتحادية العليا ردت بتاريخ 29 آيار 2023 دعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني بخصوص النفط المصدر للأردن، وأشارت المحكمة إلى أن اختصاصاتها محددة في المادتين 52 و 93 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وليس من ضمنها النظر في دستورية الاتفاقات التي عقدها مجلس الوزراء دون أن تأخذ شكل القانون. أفاد مصدر أمني اليوم الأحد 7 كانون الثاني 2024 بمقتل وإصابة 3 مدنيين في منطقة الطالبية والعثور على جثة مجهولة بقضاء التاجي في العاصمة بغداد. وأبلغ المصدر إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران بإطلاقات نارية على خلفية مشاكل مالية وديون سابقة في منطقة الطالبية شمال شرق بغداد. وفي حادث منفصل قال المصدر إنه تم العثور على جثة مجهولة لرجل مقتول بإطلاقات نارية في قضاء التاجي شمال بغداد، مشيرا إلى أن القوات وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي. وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم 7 كانون الثاني 2024 بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية لمنتسبي الوزارة كافة بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية لجميع منتسبي الوزارة بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية، ويستعد العراقيون للاحتفال بمناسبة الذكرى 102 لتأسيس الشرطة العراقية. وتأسست الشرطة العراقية في 9 كانون الثاني من العام 1922، حيث تألفت قوة صغيرة من صفوف المشاة والخيالة والهجانة، ضمت ضباطا عراقيين بالإضافة إلى الهنود والبريطانيين. انضمت البارجة البحرية القتالية أبو مهدي المهندس ومئة زورق سريع قاذف للصواريخ أمس السبت إلى القوات البحرية لحرس الثورة الإيرانية، وذلك بحضور قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي وقائد القوات البحرية لحرس الثورة العميد علي رضا تنكسيري. وتسعى القوات البحرية لحرس الثورة عبر ضم سفن من فئة الشهيد سليماني إلى زيادة قدراتها في مجال القيادة بالدوريات البحرية بعيدة المدى. وقال قائد القوات البحرية لحرس الثورة العميد علي رضا إن بارجة أبو مهدي المهندس لا ترصدها الرادارات، وهي مزودة بأربع محركات بحرية وتعتبر قادرة على الإبحار في أعالي البحار، وتبلغ سرعتها 37 عقدة بحرية، وتمتع أيضا بقدرة عالية على المناورة وإمكانية هبوط وإقلاع الطائرات المسيرة العمودية الإقلاع، وكذلك إمكانية إطلاق طائرات مسيرة هجومية في الليل والنهار. وبحسب وكالة فارس الإيرانية فإن هذه البارجة مخصصة للدفاع الجوي والتعامل مع الأهداف المعادية، وهي مزودة بمنظومات الكشف والاعتراف ومنصات إطلاق بحرية ومنظومات مدفعية أوتوماتيكية ونصف أوتوماتيكية من عياري 20 و30 ملم. وصنعت هذه البارجة وفق مواصفات تتطلبها مهام القوات البحرية لحرس الثورة على يد خبراء شباب وبالتعاون مع الشركات المعرفية. وأشار العميد تنكسيري إلى أن البارجة أبو مهدي المهندس زودت بمنصات إطلاق صواريخ كروز بحر بحر ذات مديات مختلفة تتراوح بين 35 إلى 750 كيلومترا، وذلك لتدمير القطع البحرية المعادية.